الحمد لله على السلامة يا عصفور. الله يسلمك يا تفسير باشا. يلا نبدأ الخطة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اثنين، ثلاثة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مين يا علي؟ أنت دباب العمدة. وأنت مين يا علي؟ أنا شيخ الغافر. برافو عصفور، نجحنا في الجزء الأول من الخطة. يلا على الجزء الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. امور كنا بنسال عن دور عيله المطير. كلهم مات. ايش انت؟ طب المعكوك ايش انت؟ طب المنفلوطي ايش انت؟ البنهاوي ايش انت؟ العنتبلي ايش انت؟ حلاوه ايش انت؟ السعدي ايش انت؟ البغي ايش انت؟ الدحش ايش انت؟ البدراوي ايش انت؟ طب الرفاص اخر الطريق على مين؟ تمام عصفور، نبدأ الجزء الثاني من الخطة. يلا يا باشا. جبت الحاجة؟ آخر نظارتين في سيتي ستار. لا مؤاخذة عنها يا باشا، هي إيه لازمتها النظارات الـ 3G دي؟ النظارات دي يا عصفور آخر صيحة في عالم التكنولوجيا. النظارات دي غير إنها بتخليك تشوف حاجات أنت مش شايفها، النظارة دي بتقرب البعيد. يعني لو أنت قاعد على الكنبة والطفاية بعيد، البس النظارة الطفاية تجيلك تطفي. يعني لا مؤاخذة يا باشا، لو الواحد مزنوق بالليل وعايز يفك ميه ومكسل يروح الحمام، تلبسها الحمام هيجي لك تعمل اللي انت عايزه. عسل قوي. يلا بينا. يلا. البلد كلها ماتت عصفور. بقالنا اكتر من ساعة ماشيين، لا شفنا راجل بسيوني ولا شفنا زفت. حسب الميت ده ما تدوسش عليه عشان حرام. وطي صوتك عصفور، الراجل ممكن يسمعنا في اي لحظة. مهما وطيت صوتي ما ممكن يبقى ماشي بيني وبينك واحنا مش شايفينه. احنا لابسين النظارات عشان كده. نبدا الجزء الثالث من الخطه. استخبى له تحت الجاموسه ازاي؟ يعني اعمل له كمين تحت؟ ايه يا عصفور اللي انت بتقوله ده؟ انا بوشوشك بتسلح لي؟ وشوشني زي ما بوشوشك. خلاص تعال. فوق الجاموسه ازاي يا عصفور؟ اقسم بالله. ازاي يا عصفور؟ اسمع يا عصفور. طب اسمع انت دي بقى، اسمع دي. لا ده التمصيب يا ابن الطاعه يا باشا. الهزار ده بقى يا باشا. لا انا ما هزرش الهزار ده يا عصفور، لان انا ما احبش حد يهزر معايا الهزار ده. يا نهار ازرق. ارجع للخطه الصعيدي، شكله حوالينا. احنا اتاخرنا قوي على عمك الرفاص. طب مد يا ابو العمده. امن امن عشان ما يعملهاش تاني. وصلت الدماغ؟ في اي حاجه واحنا بنوشوشك ما سمعتهاش؟ تمام كده، احنا عملنا اللي علينا، مش ناقص غير توفيق ربنا. يلا عصفور. يلا. هرم. ازيك يا انكل صريح؟ عايز ايه يا بيرم؟ وحشتني، قلت اجي اشوفك. ما تشوفش وحش، بس انا شفت وحش. مش حلوه منك دي يا صريح. امال فين البواب والسواق بتوعك؟ ولا مشيتهم عشان توفر في المصاريف؟ ده انت جاي تشمت فيا بقى بعد ما خربت بيتي. هو انت لسه شفت حاجه؟ لسه التقيل جاي. العب بعيد ولا انت مش هدي. انا صحيح وقعت، بس لسه صريح الفيل يا نمله. انا هديك فرصه تهرب المره دي، لكن لو شفت وشك هنا تاني هدفنك بالحياه في الجنينه بتاعت الفيلا.
شاب يرم الكلب. وديني لوريك. وديني من هعتاك. يا حصلت. حصلت يا بيرم انك تيجي لغايه بيتي وتهددني كمان. اتكلم على قدك يا صريح. بيرم انت طلعت هنا ازاي؟ اكيد نطيت من البلكونه حرامي. انفد بجلدك هالة بدل ما اندهلك رجال الامن يقطعوك حتت ويرموك في الشارع. رجال الامن؟ اندهلهم؟ عبري جمّة! عبري جمّة! الحقونا يا ناس! الحقونا يا خلّهم! يا ناس! الحقونا! اسمعوا رجالي! ركزوا معاي! انتوا اللي فاضلين في البلد! يبقى لازما نتصافى ونتصالح! ما ينفعش كده كل اسبوع ينقص مننا واحد! زي ما نكون في الاكس فاكتور. خد كفنك اهو الراجل البسيوني اهو لابس ساحر. اثبت يا بسيوني. هدي تعجبني. طب ما تيجي نلعبها الصايمه احسن. عايمين فارس دي فارس. انت تقلع النضاره اللي شايفني بيها وانا اقلع برضو الكاب اللي مختفي على الناس بيه. استبينا فارس دي فارس. فارس دي فارس. كشك ملك يا بسيوني. عجيب امركم ايها المصريون. تصدقوا اي حاجه انا بقى هلبس الكاب تاني.